بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. ازيكم يا شباب؟ واهلا بيكم في مقدمة لكورس جديد وهو بايثون ليفل 3 او بايثون سكيورتي ليفل 3، او يعني استخدام بايثون في امن المعلومات او اختبار اختراق الجزء الثالث. الجزء الثالث من الدورة هيكون مقسم لجزئين. اول جزء منه وهو هيكون خاص بنتورك باكت سنيفر، والجزء الثاني هيكون خاص ب تولز للويب بين تيستينج. يعني الجزء الاول هنعمل فيه او هنشتغل فيه على بروجكت نتورك باكت سنيفر. لو فاكرين كنا عاملين، يعني هي ما كانتش نتورك باكت سنيفر، هي كانت لل اتش تي تي بي سنيفر في الليفل 2. كنا عاملين سنيفر كان يعني كانت بتقدر تكابتشر اي باكت ماشي في الشبكه بتشتغل اتش تي تي بي، وكانت بتقدر تجيب لنا الموقع اللي الجهاز دخل عليه، ولو في داتا اتبعتت كانت بتقدر تجيبها لنا. يعني اللي شاف الليفل 2 او المستوى الثاني من الكورس دوت هيكون عارف اللي احنا اتكلمنا عليه. ولكن الفرق بقى ما بين الجزء الاول هنشتغل عليه في الكورس دوت واللي شرحناه قبل كده، ان شرحناه قبل كده كان بيركز على الاتش تي تي بي بس، او كان بيقدر يكابتشر الباكتس اللي من نوع اتش تي تي بي بس. انما في الجزء دوت او في الدوره دي احنا هنشتغل على نتورك سنيفر بتقدر تكابتشر اي داتا ماشيه عندي في النتورك، يعني شبه الواير شارك كده بالظبط، شبه برنامج الواير شارك بالظبط. طب ده هيكون الجزء الاول. والجزء الاول هنشرح فيه ثلاث حاجات. اول حاجه السوكت احنا هرسناها شرح في الجزء الخاص بالنتورك، فمش هندخل فيها بتفاصيل. يعني احنا هنشرح فيها الحاجه اللي هنحتاجها بس في البروجكت بتاعنا او في النتورك سنيفر بتاعنا، تمام؟ هنشرح منها 3 او 4 دوائر تقريبا. وبعد كده هنخش على مكتبه جيو اي بي. ديت المكتبه الخاصه بتقدر تجيب لنا عنوان اي جهاز او اي شبكه من خلال الاي بي بتاعها. خلينا بدخله الاي بي وبيقدر يجيب لي المكان والدوله والتايم زون واللوكيشن، يعني اللوكيشن بالظبط على الخريطه فين وهكذا. الجزء الثالث هيكون بالمكتبه اللي هتبقى عليها 3 ارباع الشغل بتاع السنيفر بتاعنا، وهي مكتبه سكيبي. بعد كده بقى بعد ما نخلص الثلاث مكتبات دول هنبدا بقى نشتغل على البروجكت بتاعنا اللي هو اللي معمول عليه الجزء الاول اساسا، وهو نتورك باكت سنيفر، تمام؟ ده كان كده الجزء الاول. طيب الجزء الثاني هنشتغل فيه على تولز او على ادوات خاصه بالويب بين تيستنج. هتبقى الاول هنعمل الاول الادوات الخاصه بيه في الويب بين تيستنج، يعني هنعمل الاول ادوات خاصه بانفورميشن جاذرنج او بجمع المعلومات عن المواقع، يعني عن اي موقع انت هتديها للتولز لاي تول اللي هنعملها. و بعد كده يبقى الاول هنعمل الحاجه التولز الخاصه بالانفورميشن جاذرنج او بجمع المعلومات، بعد كده هنعمل تولز خاصه بالاتاكس او بتستغل الفولنربيلتيز في الموقع، تمام يا شباب؟ ويعني نحاول برضو بالتوازي، واحنا طول ما احنا ماشيين مع الدوره دي نحاول بالتوازي نسجل او ننزل فيديوهات من الكورس الخاص بلينكس او بالتعامل مع نظام لينكس، تمام يا شباب؟ شكرا ليكم، واشوفكم باذن الله في فيديو جديد.